برنامجنا بالنسبة إلى اللغة الإنجليزية في جامعة الجزائر واحد، هو أن كل الاختصاصات المتعلقة بالعلوم التكنولوجية، وهنا لدينا كلية العلوم، قسم الرياضيات، قسم علوم المادة، قسم علوم الطبيعة والحياة، قسم الإعلام الآلي، وقسم الهندسة المعمارية، استقبلنا فيه الطلبة الجدد بتكوين باللغة الإنجليزية. لماذا تكوين باللغة الإنجليزية؟ كما تعلمون هي لغة العلم، من أجل تعزيز تكوين الطالب الذي يسمح له بالانفتاح على العالم بأسره. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك نود تعزيز عدد المنح المخصصة للطلبة الدوليين واستقبال عدد أكبر من الطلبة الدوليين، وهذا لا يتأتى إلا باستعمال لغة العلم، اللغة الإنجليزية، حيث سيساهم في مرئية الجامعة الجزائرية، حيث يساهم في تنويع مشارب الطلبة الذين نستقبلهم والناطقين باللغة الإنجليزية.